هذه الوقفة درناها احتجاجا على يعني الحيف وبعض الممارسات التمييزية ضد وطور الدعم وأساتذة المفروض عليهم التعاقد من داخل المديرية. ثانيا تضامنا مع الزملاء ديالنا اللي كيتحكموا بتهم جنائية في الرباط. ثالثا لنوصل صوتنا الى يعني المسؤولين وان الوزارة وعلى رأسهم السيد شيكي بن موسى بان الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ماضون في نضالهم الى غاية تحقيق المطلب اللي هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. ونذكر أيضا أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية النظام الأساسي أو لا النظام الأساسي للشغلة التعليمية الآن لا يرقى إلى متطلباتنا ولا يرقى أيضا إلى متطلبات ولا تطلعات الشغلة التعليمية. ونناشدهم بالمناسبة بالاتحاد وتبني معركة وحدوية من أجل المطالبة بكافة الحقوق والمستوى الوقفات الاحتجاجية السلمية. الشكل النضالي للتنسيقية الإقليمية للأساتذة والأطر يعني بالحي الحسني هو أولا رفضا لمخطط التعاقد من جهة، ورفضا أيضا لمحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة على مستوى محكمة الاستئناف بالرباط من جهة، ورفضا أيضا للتضييقات التي تطال الأساتذة وأطر الدعم على مستوى مؤسسة ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية. إذن الأساتذة بهذه المؤسسة يتعرضون للتضييقات ونقابية وأيضا على مستوى ممارسة حقهم العادل والمشروع في الإدراك. إذن نحن في هذا الشكل النضالي نندد ونرفض هذه التضييقات على مستوى مؤسسة المنصور الذهبي، إضافة إلى رفضنا للمحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة بالرباط، وأيضا يعني نتشبث بحقنا الواضح في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية ورفضنا لمخطط التعاقد بشكل عام. وخير دليل الإجابة التي تتعاطى بها الدولة مع هذه الحركة الاحتجاجية، يعني نلاحظ تتعاطى بالمحاكمات، تتعاطى بالطريقة القمعية وهي واضحة للعيان أمام الرأي العام. إذن نحن كأساتذة مستمرون في معركتنا النضالية من جهة، ورافضون المخطط التعاقد بكافة تجلياته.